اتفاق جديد في سقطرى تسلم بموجبه الدولة مقراتها الإدارية والعسكرية ونقاطها الأمنية لقوة مشتركة تقودها القوات السعودية المتواجدة في الجزيرة. هذا هو حصاد العملية العسكرية التي شنتها ميليشيات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات على مدينة حديبو عاصمة الجزيرة. عملية التحشيد العسكري وشراء الولاءات التي تقوم بها الإمارات منذ سنوات أثمرت معركة جديدة في جزيرة نائية سقط فيها قتلى وجرحى. وأخطر ما في الأمر هو الأثر السيء الذي خلفته الأحداث على السلم الاجتماعي في الأرخبيل الذي لم يعرف مثل هذا النوع من الصراعات على مدى تاريخه. نحن أقوياء بعزة أنفسنا، أقوياء بروحنا الوطنية، أقوياء بترابنا الذي نمشي عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. وإذا كانت المواجهات قد انتهت باتفاق مهما كان سيئا، فإن المخاوف لا تزال قائمة من تجدد العنف، خصوصا وأن الانتقالي بات يتعامل مع الاتفاقات كأداة لتثبيت المكاسب السياسية والعسكرية وليس لتجاوز آثار الأزمات ومعالجتها، وهي الطريقة ذاتها التي تتبعها ميليشيا الحوثي. نمنع من يعتدي علينا، لكن لا يسمح ضميرنا أن نعتدي، ونحن نتأسف كل الأسف أننا نقابل إخواننا، لكن أجبرونا على ذلك ونحن مسالمين. ما أطلقنا يوم انطلقة، لكن اليوم أجبرونا أبناء الضالع وأبناء الأبع وأبناء أبيان أن نحن يواجهونا أبناء سقوط. تداعيات الحرب التي مولتها الإمارات والمتزامنة مع التصعيد العسكري للمجلس الانتقالي في عدن تدفع للتساؤل، هل يمكن القول إن الفوضى التي هندستها الإمارات في سقطرى ليست سوى جزء صغير من عملية حرب واسعة النطاق تصر أبو ظبي وأتباعها على إيصالها إلى كل شبر في البلاد؟ وإذا كانت القوات الحكومية قد تمكنت من دحر الميليشيا التابعة للانتقالي وما تزال محتفظة بدعم المجتمع في سقطرى، فما هي الجدوى من الاتفاق السياسي الذي تخلت بموجبه عن حقها في الإدارة والسيطرة في الجزيرة كممثل للشرعية وإرادة الشعب؟ ولماذا قبلت بالتخلي عن هذا الحق والتنازل عنه لصالح القوات السعودية؟